السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الأعزاء دائما في قناتكم قناة جلال فيديو. هذا الفيديو تاع اليوم نعتبره حلقة تجريبية، ولا قاعدين نسيو يعني في الكاميرا في الإضاءة الجديدة وأيضا في الخلفية اللي ما زلت يعني قاعد نخدم عليها. كما قلنا هذا الفيديو إن شاء الله راح يدخل في سلسلة سقسي قبل ما تشري. هذه السلسلة اللي عرفتوها من قبل، يعني عندي تقريبا عام ما درتش فيها حتى فيديو. اللي ما يعرفش هذه السلسله، ان نحكي على سيارات لهنا في الجزائر، سيارات شعبيه تسقسيون عليهم انتوما ولا يجيون عليهم اي تساؤلات، وخاصه بالنسبه للعقليه الجزائريه. ما احناش قاعدين يعني نحكي على شركات عالميه، لانه كل سوق يعني عنده متطلبات. يعني سياره تنجح لهنا في الجزائر وما تنجحش حتى في البلد المنشأ نتاعها، وممكن تنجح هذه السيارة في ما على باليش بلد واحد اخر ولا سوق واحد اخر وما تنجحش لهنا في الجزائر. دائما رانا نحكيو على العقلية الجزائرية والحاجة اللي ناجحة لهنا في الجزائر. اليوم ان شاء الله راح نبداو نحكيو على اول سيارة اللي خيرتها انا، يعني المرة الجاية يعني تنجموا تخيروا انتم السيارة اللي تحبوا نحكي لكم عليها، وما كان حتى مشكل ان شاء الله ندير لكم عليها فيديو. كما قلنا اول سياره راح نبداو نحكي عليها هي سياره 207، سياره بيجو 207 او سياره بيجو 207. هذه السياره ما كانش منا اللي ما يعرفهاش ولا اللي ما لقاهاش في الطريق، يعني سياره شعبيه تقريبا ما كانش عايله في الجزائر ولا ما كانش يعني منزل في الجزائر ما كسبش من قبل 207 ولا عنده صحبه كسب 207. هذه السياره عندها سمعة طيبة في عند الجزائريين، خاصة في الأعوام الأخيرة من 2012 حتى 2014، وكنعطيكم السبب على واه زادت نجحت هذه السيارة في هذا العام ولا في هذا العوام بالذات. كما قلنا هذه السيارة تروح للسوق تلقاها متوفرة بكثافة، ولكن حذاري وحذاري وحذاري، لأنه هذه السيارة بالذات فيها يعني مجموعة من المحركات عديدة، فيها تقريبا 6 أو 7 محركات. نبداو نحكيو على المحركات اللي في ليسونس، واللي هنا صاري المشاكل الكبيره، واللي هنا يتكلحوا ناس بزاف ويغلطوا يشريوا 200 على اساس انها السياره اللي حوسوا عليها هما واللي راح تهنيهم، ولكن يصطدم بانه يطيح في مشاكل لها اول وما لهاش اخر، يطيح في بياس ما كانش، يطيح يعني في محركات ما كانش اللي يخدمهم، وهنا يصرى الاشكال. نبداو الساعه قبل ما نروحوا لهذه النقطه نحكيو شويه على 207 اون جينيرال. 207 هي سياره جات ميني سيتادين، يعني السيارة تقريبا عفوا سيارة مدينة صغيرة جات وراء 206 لحل مشاكل في 206، المشاكل اللي كانوا في 206 اللي من بينهم مثلا الداخلية اللي كانت من بلاستيك ويابسة، وكان الكونفور في هذه السيارة قليل، ايضا مشاكل في قاعدة العجلات بالنسبة للسيسبونسيون تاعها، يعني العفشة تاعها الداخلية كذا، المقاومة للصدمات وكذا. عاودوا ريقلوا هذه السيارة وخرجوا لنا 207، وبالفعل هذه السيارة لقات رواج كبير خاصة في أوروبا، واللي دات سنة 2006 و2007 أحسن سيارة في أوروبا من حيث المبيعات، وهذه السيارة بقى الإنتاج تاعها تقريبا 2006 حتى 2014. دركا نروحوا للمشاكل، ولا كي تروح للسوق كيف راح تشري 207 نتاعك. دركا ديروا في بالكم باللي 207 كما قلنا فيها 4 أو 5 محركات في ليسونس، واحد فيهم ناجح، واحد نصف كما نقولوا احنا تقريبا ناجح لانه الناس بزاف ما يعرفولوش وفيه مشاكل يعني تنجم تيفيتيهم، اما المحركات الباقيه فهي محركات معقده وماهيش ناجحه لهنا في الجزائر. كما قلنا 3 أنواع من المحركات، محركات تاع بيجو الاصليه، ومحركات اللي نلقاو فيهم لا في تي، هي محركات في تي اللي جات مع شراكه مع مجمع بي ام دبليو. هذه المحركات كما قلنا راح نعرفوهم الان. اول حاجه محرك اللي نحكيو عليه واللي ناجح لهنا في الجزائر، ماشي ناجح لانه ذو عمر طويل كبير بزاف، يعني ماهوش ناجح كيما ناجح مثلا الانكات تاع رونو سامبل اللي في سامبول ولا اخر، ولكن ناجح نعتبره ناجح لانه يقدر يعيش حتى ال 250 الف حتى ال 280 الف، يعني باش تريباري هذا المحرك وباش يبداو يظهروا هذا المشاكل. المحرك الاول واللي هو انكات ويت فالف 75 حصان واللي تشوفوه لهنا، هذا هو المحرك اللي ناجح بزاف في 207. هذا المحرك كما قلنا محرك ناجح، الميكانيسيان يعرفوا له،
محرك، يعني هذا المحرك يعني جاء من تطوير تاع البيجو، هو نفس محرك ان كات جينيور. ان كات جينيور هذا اللي نلقاوه في 205، نلقاوه في 106، نلقاوه في سيارات السيتروان اي اكس، نلقاوه يعني في مجموعه كبيره بزاف، خلاص مثلا 206 يعني. ولكن هذا الموتور هذا ولا المحرك هذا تاع جينيور عرف عده تطورات حتى وصلنا للمحرك هذا الان كات سامبل هذا اللي ناجح بزاف. رغم انه صح المحرك جينيور احسن حتى من المحرك الان كات انجكسيون هذا اللي مداير في الاخر واسمه في 207. كما قلنا كان خرج المحرك هذا تاع ان كات جينيور كاربيراتور، اول ما خرج كاربيراتور ومن بعد سمي انجكسيون، بعد انجكسيون في الساكس وكذا في السنوات الاخيره 2002 2003، ومن بعد عاودوا كما قلنا نقلوه للسيتر ونقلوه لل206 ونقلوه ايضا لل207، واللي قاعدين نشوفوا فيه لهنا هذا المحرك كما قلنا ناجح، الميكانيسيان يعرفوا له. ابرز المشاكل اللي قاعده تجي لهذا المحرك عفوا نظام حمايه البيئه اللي متمثل في الكاتاليزر في لاسون دوكسيجين وايضا في الكالكيلاتر، يعني هذو هما اللي قاعدين يصراو منه المشاكل كامل، يعني يصراو كي تبوش الكاتاليزر ولا كي تقفل الكاتاليزر يصراو يعني مشاكل في هذا المحرك، ولا كي يمشي 250 حتى 280 الف كيلومتر يبداو يظهروا هذا المشاكل. نفوتوا لثاني محرك واللي هو محرك انكات 16 فالف، يعني هنا يصرى الشبهه الكبيره بين في 207 ان كات 16 فالف بيجو وكاين ان كات 16 فالف في تي اي. ان كات بيجو ان كات 16 فالف اللي بيجو بعد يعني اللي الشركه بعد يعني تلقاوه على الشكل هذا، والان كات 16 فالف يعني في تي اي تلقاوه بالشكل هذا اللي راح نخليه لكم لهنا، يعني يختلفوا غير في المخرج تاع الشاطمون ولا في الاكزوست كيما نقولوا حنا. فما كاين الاختلاف في الانكات في تي اي تلقاو الاحرف تاع الخروج تاع كيما نقولوا حنا منين يخرج الشاطمه تلقاوهم حاده، واما الانكات 16 في اللي خاص بالبيجو يعني 90 حصان، هو محرك 90 حصان في زوز نورمالمون انكات في تي اي ولا الانكات 16 في بيجو في زوز ولدوا 90 حصان. محرك بيجو ارحم من محرك الانكات في تي، انكات في تي يعني مليء بالمشاكل، بياسو غالي بزاف لدرجه كبيره، محرك جد 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 حساس، بياسو غالي بزاف. اما الانكات 16 في حتى هو محرك حساس ولكن يصمد ويحتاج اونتروتيان، يعني يحتاج الزيت في وقته، وخاصه حتى هو فيه مشاكل تاع نظام البيئه، يعني كاتاليزر نتاعك لازم تنتهلا فيه، لازم دائما تنيتواي الكاتاليزر نتاعك، لانه معظم مشاكل هذا المحرك يجيو من الكاتاليزر كما قلنا. ايضا عندنا محرك ان 16 في بيجو، يعني محركات بيجو عندنا ان 4 8 فالف والان 4 16 فالف والان 6 16 فالف، وعنده ايضا مقابل نتاعو ان 6 في الفي تي اي واللي نلقاوه ايضا في 308، نلقاوه يعني في مجموعه من السيارات. وهذا حتى المحرك كما قلنا نفس واش يطبق على الانكات 16 في ولا الانكات 16 في في تي اي ينطبق على الانسيس 16 في بيجو ولا الانسيس 6 في تي اي، يعني نفس المشاكل اللي كاينين الانسان لازم يتعامل معاهم بحذر شديد. الانكات في تي اي والانسيس في تي اي يعني ما انصحش خاوتي خلاص بهم لانهم فيهم مشاكل كبيره بزاف خلاص. وعندنا ايضا محرك اللي ما شفناهش لهنا بزاف في الجزائر بما يخص لانه هذا المحرك يديروه في السيارات الار سي، يعني السيارات المختصه في السباق يعني 207 ار سي، واللي هو الانسيس اتش تي بي ولا تي اتش بي، محرك فيه تيربو يعني ولد احصنه من 150 حتى 180 حصان، يعني محرك مخصص للرياضات ولا للسباقات الرياضات تاع السباق وغيرها. كما قلنا هذا هما المحركات فيما يخص البنزين. هذه السياره كما قلنا عندها محرك واحد ناجح بزاف، ومن بعد تجي المحركات بيجو ان 4 16 في ولا ان 6 16 في، يعني احسن من ان 4 16 فالف رغم انهم حتى هما بياس تاعهم راه غالي شويه وما هوش متوفر بكثافه. وهذه السياره على وجه نجحت لهنا في الجزائر لانه من 2000 نجم نقولوا من 2012 حتى 2014
معظم السيارات اللي دخلوا لهنا للجزائر تلقاهم بالانكات 16 عفوا انكات 8 فالف، يعني الانكات السامبل، ولا اللي تلقاها 206 عامره كما نقولوا حنا سياره عامره راح تلقاها انكات في تي هي، يعني السياره العامره اللي تلقاها مثلا تشبه ال 206 في المازوت، يعني تلقى فيها هليكوبتر، تلقى فيها ممكن حتى تلقى فيها طوالي جونطالياج. 90% راهي فيها محرك ان 4 في تي ولا ان 6 في تي، يعني لازم انسان يكون يعرف، ولا هم عندكم كما قلنا هم كاين صور تاع المحركات تنجموا تحكموا عليهم وديروا منهم، يعني تشوفوا السياره اللي تناسبكم. اما فيما يخص محركات الديزل، وعلى بالنا طولنا شويه في الفيديو، محركات الديزل كاين فيهم الان 4 اللي هو 75 حصان، محرك اللي خرج في اول تقريبا ما اول ما خرجت 207 خرج فيها هذا المحرك، هو قليل شويه خرج هو في 207 وخرج في السيتروان سي 3 من عام 2004 حتى 2010 ولا 2012. محرك تيربو تاعو صغير، محرك حساس جدا، نفس المحرك اللي موجود في الفورد فيستا، نفس المحرك لانه كاين علاقه من مجمع بين مجمع بي اس ا ومجمع فورد، يعني محرك ضعيف يحتاج اونتريتيا ستريكت، يعني ما يحتاج انك تمشي به بسرعات عاليه، كما قلنا مهم يحتاج عناية خاصة. عندك محرك انسيس اتش دي 16 في 90 حصان، وايضا محرك انسيس اتش دي انسيس عفوا 16 في انسيس و 16 فالف اللي هو 110 حصان. هذو هما محركات اللي كاينين، يعني محركات حتى هما لاباس بهم، يعيشوا حتى 200 و250 الف كيلومتر، وممكن يفوتوا 300 الف كيلومتر على اقصى تقدير على حساب الكيلومتراج. يعني انت دروك كي تروح تشري سياره في المازوت ولا في ليسونس، ليسونس افضل حاجه انك تخير ان 4 سامبل ولا ان 4 16 في، يعني خاصة في السنوات 2006 2007 2008 2009 تلقاهم بوكو بليس ان 4 16 في تاع بيجو. ممكن تشري هذه السيارة إذا لقيتي ان 4 16 في ولا ان 6 16 في تاع بيجو. في المازوت كما قلنا السيارة اللي تشريها ايفيتي الان 4، الان 6 لازم لك سيارة ما تكونش ماشية بزاف، يعني 100 ألف حتى 120 ألف 130 ألف، يعني عندك متسع من الزمان انك تمشي بها حتى 180 190 ألف كيلومتر، وتنجم تبيع هذه السيارة بربي ان شاء الله. والسوق نتاعهم كما على بالكم يعني حاكم، يعني ما شاء الله سيارة 206 عفوا 207 في السوق، يعني السعر نتاعها من 2006 حتى 2009 يتراوح تقريبا بين 100 حتى 110 لا توت اوبسيون تكون ضيفة. 2012 حتى 2013 14 من 120 حتى تقريبا 130 140 مليون، في المازوت من 160 مليون حتى تقريبا 180 ولا 190 مليون في الانسيس اش دي، لانه الان 4 شويه مقلول خوتي في السوق الجزائريه. هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى اني ما طولتش عليكم بزاف، ونتمنى اني وصلت لكم المعلومه. كما قلت لكم عندي بزاف ما درتش فيديو من هذا الشكل لأن